لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. تحضير هام للمغاربة بشأن أضاحي العيد. يشكو مربو الأغنام والماعز من ارتفاع سعر الأعلاف، مطالبين الجهات المعنية بوضع حلول جذرية تضمن خفض الأسعار وعدم التلاعب فيها. وتوقع تجار المواشي في جهة الدار البيضاء سطات ارتفاع سعر الأضاحي هذا العام أمام اقتراب عيد الأضحى، وانتقد عدد من الفلاحين في الحديث إلى قناة بن ماغوك صمت الجهات الوصية على الغلاء بعد أن قفز سعر الأعلاف إلى 90 درهم، في حين أنه لا يجب أن يتجاوز 40 درهم. وفي الوقت الذي يتساءل فيه المواطنون عن أسباب ارتفاع أسعار الأعلاف، طالما أن الموسم الفلاحي للسنة الحالية كان متميزا بالتساقطات المطرية، وأوضح أحد مربي الأغنام لقناة بن ماغوك أن بائع الأعلاف يطمحون في الزيادة إلى سعره إلى التعويض عن تداعيات موسم الجفاف السابقة، وشدد المتحدث نفسه على أن الضحية يبقى الفلاح الصغير بالموازاة مع المستهلك. وكان مكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية قد قال أنه في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المقبل، قامت الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء والجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز خلال فترة ما بين 17 أبريل و 17 يونيو 2021 بترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز التي يتم تسمينها للعيد. قناة بن ماغوك ترحب بتعاليقكم متابعينا الكرام.